مرحبا بكم مجددا، وعدنا لكم اليوم بهذا العود المميز والرائع جدا. مواصفات هذا العود عندنا السيدر، الوجه من السيدر الكندي قطعتين، السيدر الغامق طبعا، هسه يمكن شوي مع الاضاءه مش مبين معنا انه غامق، يمكن الان مبين شوي الغامق. تمام، عندنا المضرب من السيسن، الشمسيه طبعا فتحه واحد زي ما احنا ملاحظين من العظم والسيسن، الزند مزخرف ما بين السيسن والصدف، في الاطار عندنا المزيك بالاضافه للزند زي ما احنا ملاحظين، الظهر عندنا من الجوز الشامي بالاضافه للمزيك والصدف الطبيعي بالاضافه للبنجوق والزند مع بعض، عندنا المفاتيح من الابانوس درجه اولى. قياسات هذا العود، العرض 36.5، العمق 20، الزند 19.5، وعرض العظمه 3.9. خلونا الان نبدا نستمتع بهذا العود ونختبره في مختلف مساحات صوتيه مثل ما تعودنا دائما. Thank you.
المساحات والأجواء المختلفة عود طرب الدرجة الأولى. خلينا نيجي للاختبار الأخير وهو العزف على الفينجر بورد كامل.